يقول السائل: هل من صلى مع الإمام صلاة العشاء وصلى صلاة التراويح ولكنه لم يصلي صلاة التهجد في آخر الليل، فهل يحصل على الأجر الوارد في الحديث؟ نعم، يحصل على قدر ما صلى. لو صلى مع الإمام التراويح والتهجد يكون الأجر أكمل له، وإذا اقتصر على التهجد أو اقتصر على التراويح فله من الأجر بقدر ما عمل. نعم.